سهرة مفتوحة، يقدمها طاهر أبو زيد. هذا الرجل لا يعرف الهم، أو بمعنى أدق مهنته لا تعرف الهم، وهو على المسرح أو في الإذاعة أو التلفزيون متعة للأذن وضحكة للقلب. هو شخص يبذل من نفسه ومن أعصابه لكي تبتسم أنت وتضحك وتصفق سعيدا. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع المونولوجيست الفنان أحمد غانم. أستاذ أحمد صباح الخير. أستاذ طاهر صباح النور وأهلا وسهلا. البرنامج ده بيتذاع بالليل وعشان كده لازم نقول مساء الخير. مساء الخير بالنسبة للمستمعين، وصباح الخير بالنسبة ان احنا بنسجله بالنهار. انت تخنت شوية يا أستاذ أحمد غانم. والله يعني يمكن في الفترة الأخيرة زدت شوية وعرفت الأسباب وبحاول أتلافاها. وما هي الأسباب؟ يعني طبعا الاكل الكتير وعدم الحركة. مع انك انت على المسرح لهلوبة ما بتبطلش حركة، يعني ما هو الحركة بالليل وبرجع يعني ما بعوضها بالنهار بس بزيادة شوية. حركة بالليل وخمود بالنهار. وخمول بالنهار. طب قل لي استاذ احمد غانم، انت من اي المدارس؟ بتنتمي لمدرسة مين في المونولوج؟ والله هي المونولوج عدة مدارس، بس يمكن أنا بقول إن أنا بنتمي لمدرسة سيد سليمان الله يرحمه، وإسماعيل ياسين، وواحد سويسري اسمه سكارول. اللي هي المدرسة اللي بتعتمد عليه خصائصها إيه؟ خصائصها إن كل واحد من اللي أنا ذكرتهم له لون معين. أنا يعني كنت مش متخصص، يعني انا بصيت لقيت ده بيقول مونولوج اللي هو سيد سليمان، المونولوج الاجتماعي المشوب بالنصيحة. اسماعيل ياسين بيقول المونولوج الاجتماعي بس بيضيف بعض النكت اللي هي تدخل السرور في قلب المستمع او المتفرج. بس كان في بقى ميزة في اسماعيل انه ايه، بيقول مونولوج الاجتماعي وبيقول النكتة بدون ارتباط بالمونولوج. قابلت انا بقى اسكارول ده في شغلي، كان هنا في بعض الكازينوهات، كازينو عابدين بالذات وكازينو المقطم العالمي، واتقابلنا في شغل في كازابلانكا في المغرب. لقيت اسكارول ده بقى هو مونولوجيست سويسري بيعتمد على البلاي باك مسجلات ويقف يلعب بقه، بس بيقدم حاجة شاملة. يعني مش كل مرة صوته بيطلع على المسرح، لا، بيبقى فيه تسجيل وهو يفتح بقه ويقفله او يقول بصوت حسب واطي. الشريط. حسب الشريط. ليه؟ عشان ورا ما يستهلكش صوته ولا ايه؟ يعني عشان ما يعملش مجهود اكتر، يعني ما يعملش مجهود، وبيبقى ملتزم بالحدوتة او القصة او المونولوج او الشيء اللي بيقدمه. زي اللي في المسرح لما يكون مثلا فؤاد المهندس وبيعمل اغنيه او غيره او غيره. مش كده؟ يعني زي مثلا فؤاد المهندس او شويكار والهنيدي. كل دول بيعتمدوا على اساس انهم يبقى في التمثيليه اذا كان في نفس القصه مونولوج او اغنيه او حدث بالموسيقى بيأدوه بالطريقه البلاي باك اللي هو الشريط المسجل. بس ده بالنسبه للمونولوجيست ما يديش حيويه، يعني لا، خصوصا أبدا. لشعبنا العربي الصاحي أبداً عاوز يشوف المونولوجيست قدامه، ها، ده لازم يشوفه وبعدين يحس بنفسه ويحس بصدره وهو بيتهدج وكده، مش كده ولا ايه؟ احنا نمتاز بحاجه كمان الشعب العربي، انه وانت بتتكلم في موضوع ممكن هو يكلمك في موضوع تاني، وهنا براعه المونولوجيست يتنقل لهذا الموضوع ويتكلم معاه فيه ويضحكه ثم يرجع للاصل الاولاني. فدي ما تجيش بالبلاي بقى. ازاي يعني؟ اديني امثال. ولا يعني مثلا اكون انا واقف على المسرح بعالج مشكله الموضه. يعني حصلت وهتكلم على الموضه، ويروح واحد يقول لي ازاي حماتك.
فنروح داخلين حدوتة بعيدة خالص، فيها فرق 5000 كيلو فرق. أروح متكلم عن حماتي وتروح وهو بينفس، هو حماته تعباه يمكن أو عاوز يسمع، نتكلم عن الموضوع ده تاني ونرضيه وبعدين نتنقل للموضة اللي أنا أصلا طالع عايز أقول. يعني عندك مونولوج عن المايكرو أو الميني أو البتاع عندي. وبعدين يقولك يقولك إزاي حماتك، تقول له إيه أنت في الحالة دي والله أقول له حماتي طبعا كويسة جدا وبتسلم عليك، وطبعا الكلام ده أنا بقوله لأن أنا خايف منها، ونعرف إن في ناس جواسيس هنا بيروح ينقلوا لها رأيي، وبيني وبينك أنا راجل بحترمها خوف مش حب، فيروحوا دحكين وبعدين نبتدي نتكلم حماتك أنت شكلها إيه، يبتدي يقول لي، ومن خلال اللي بيحدث بنقدر نعمل حاجة لطيفة للناس اللي هي عملية الملاغية مع الجمهور. الملاغية اللي احنا نقول عليها كان زمان هي يتقال عليها الافية. ايوه، ان الواحد يبتدي موضوع ومن قفية الموضوع ده يرد التاني. انما تطورت حاليا الى ما بقتش افية، هي بقت بنتكلم في موضوع خاص. هذا الموضوع الخاص اذا كنت انت مونولوجيست متمكن بتقدر تدي مادة سريعة وانت واقف ترتجل. يعني عاوز حضور بديهة من اسرع من البر وبعدين خف الدم. لان ممكن جدا يعني يخرج من الواحد حاجة تزعل الموجودين. وتبقى قاسية شوية. طب أنا لازم مراعاة الفكاهة، يعني انا ضد الفكاهة اللازعة. انا احب بس انت احيانا بتبقى لازع والله. لما اتنرفز يكون الجمهور بقى يعني زودها حبتين، بيكون زودها حبتين. او انا نفسي كبشر ما بكونش في الفورمه. لما بتقول نكته واحد يقول لك قديمه، بتقول له ايه؟ والله يعني اروح ردد عليه بسرعه اقول له انت اكيدا يعني عندك عقده نفسيه، فيقول لي ايه هي؟ اقول له انت اكيد كان ابوك متجوز 4 وانت ابن القديمه. فبيسكت طوال يعني مثلا. طبعا ده بيتجدد في حفله تانية، مش معقول تبقى لا هو لا ابدا. يعني مره تانية يقول لي قديمه، اقول له ادام الله فقركم. طب قول لي اعصابك ما بتتعبش لما تكون انت مندمج في المونولوج وعاوز المونولوج يتقال وبعدين الناس يقطعوك بالافشات دي؟ يعني يمكن هو احمد الله على اني انا من النوع اللي اعصابي ما تتعبش، انما انا صادفت اثناء هوايتي او اثناء معاصرتي لكثير من المونولوجيست ان كان حركة زي دي تقضي عليه فنيا هو واقف. ما يقدرش حتى يكمل ولا يرجع للأصل ويقفل شغله ويمشي وخلاص. ينكتم يكبس بالمصري. طب دي بالذات مهمة، انا شخصيا مانيش ضد الحركة دي من الجمهور. الحكاية ان هو الجمهور ينتعش، يعني الجمهور طول الحفلة اللي فيها منوعات وغنى قاعد متلقي ساكت يدوبك بيسقف يعني. أي. الفترة اللي بينتعش فيها، وانا ملاحظ الحكاية دي عشان ساعات بيجيبوك مثلا او بيجيبوا المونولوجيست بعد ما يكون الجمهور تعب وابتدى ينام ولا حاجة. ده انا بعد ما بيكون الجمهور يتهرى بالغنى. يعني المطربين استلموه واستهلك خلاص الجمهور قتل. فيجيبوك عشان كمنبه كمنشط مثلا، فتحصل الافشات دي زي المباريات يعني. طبعا 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 طبعا. طيب يعني احنا فهمنا ان المدرسة دي هي يعني مثلا امبارح مثلا اذكر ان احنا واحنا واقفين فكنت بقول نكتة جديدة حلوة، المفروض ان انا زملكاوي. وبعدين بقول ان اخر كانت مباريات ان حصل ان الزمالك غالب نادي الاسماعيلي. والاسماعيلي ده اصلا نادي قوي جدا. وبعدين غلب نادي المنيا. وغلب الترسانة. فواحد بيسرر بيقول لزميله اخي الزمالك غلب الاسماعيلي وغلب الترسانة وغلب النوادي القوية، ازاي القناة يغلبه؟ فرديت انا عامل نكتة، قال له لانك قناة ملغم. فطلع ان واحد اهلاوي قاعد موت امبارح يعني متعصب. قال لي انا اهلي، قلت له انا اهلي احسن من اهلك. يعني هو لازم ترد الرد المسكت. لازم ومنها يعني يا اما ما تردش. صحيح. يا منها يا تعمل بقى الذكي برضو، دي نصيحة اذا كان في مونولوجيست بيسمعونا، اذا كنت انت بقى مونولوجيست قوي وذكي هترد من هذا الوضع. اما اذا كنت ما تقدرش اهرب وكمل واعمل نفسك ما سمعتش، وتكتفي من الغنيمة بالاياب بالهروب. مش بالزبط كده بالزبط. ده حقيقي يعني. طيب يعني احنا فهمنا ان المدرسة دي هي مدرسة النقد الاجتماعي الممزوج بالنكتة. اللي هي مدرسة سيد سليمان الله يرحمه. هو مات مش كده؟ سيد سليمان واسماعيل ياسين الله يرحمه. وبتعتمد على اسلوب عصري في الاداء.
يعني ما هوش اسلوب شعبي، لا اسلوب عصري، عصري. الرجل متطور، متطور المتحرك في النكت، المتحرك على المسرح مش كده. المدرسه الثانيه المقابله اللي هي مدرسه شيكوكو مثلا، اللي هي بتعتمد، يعني انا عايز اقول حاجه يعني برضو راي للناس، شيكوكو مش مونولوجيست، انا عايز اقول ان شيكوكو راجل بيقدم صوره شعبيه للبلد، ابن البلد المصري الصميم في طريقة يعني هي يعني أولا شكوكو أنا بقولش عليه كمان بيقول مونولوج، ده شكوكو بيقول صورة غنائية جميلة ضاحكة يعني، ضاحقة يعني باسمة يعني، لدرجة أنه يعني شكوكو 90% من شغله بيعتمد على المواويل اللي حبيبه هجره، واللي يعني بيعالج المشاكل اللي بيعالجها المطربين بس بطريقة فكاهية جميلة. في قالب ابن البلد الجدع اللي لابس جلابية وطاقية وحزام وملتزم بتقديم صورة، وساعات بيرقص وساعات بيعمل خطوات، وساعات كتير بيقدم برضو نقد اجتماعي في الحاجات برضو من اطار لونه كمونولوجيست بيقدم صورة لابن البلد. يعني شكوكو ما يقدرش يقول نكتة، ما يقدرش يرد على جمهور، ودي اصول المونولوجيست. بس هو له لازمات برضو مضحكه خاصه بيه هو كلونه، يعني هو راجل بيعتمد بقول لسيادتك على الموال الطريف، وبعدين عنده كمان ساعات حاجه مبتكرها هو الواحد ما ينكرهاش، ان لو واحد قال له حاجه برضو وهو جاهز بيرد عليه بموال من نفس الحاجه، ما هوش جاهز اللي انا قلتها في الاول بيعمل انه ما سمعش وبيكمل شغل. بس هو في الواقع برضو يعني يمكن لو قلنا حتى ان هو مطرب خفيف كوميدي، لا يعني مش إنما قصدي اقول انه مطرب، انا عايز اقول انه يعني بيقدم صورة لل يعني للاغنية او للون الشعبي المية المية. ليه ما نقولش ليه مونولوجيست شعبي ومونولوجيست عصري؟ يعني في مونولوجيست الرجل العصري اللي لابس بدله اللي بيقول عليه، وفي مونولوجيست الشعبي اللي بيعمل حركات الشعبيه والاداء الشعبي. في حاجه برضه شهاده لله احب اقول ان شكوكو برضه يعني جات له في يوم من الايام طوفه، بعتبرها طوفه، ونجح فيها وصمم على انه يخرج من موضوع الجلابيه ولبس بدله ووقف قال مونولوج عصري وعالج مشكله وكان ناجح فيها جدا. طيب سؤال، هل فن المونولوج مزدهر في اوروبا؟ جدا، بل يعني عشان الناس ما يقولش علينا ماديات، ما يعني احب اقول لسيادتك ان في اوروبا يعني للاسف يمكن في العالم العربي المطرب دايما حسب كفاءته حسب شهرته بياخد اغلى. لا يوجد في اوروبا وامريكا وجميع بلاد الغرب مطرب النهارده يقدر ياخد قد المونولوجيست ابدا. المونولوجيست انجح اغلى الدقيقه، يعني اخر عرض لبوب هوب وبلغني بياخد $50,000 في كل ليله يقدم فيها شو 10 دقائق بس. بوب هوب اصله ممثل، ممثل ابدا ده للاسف الشو اللي بحكي لك عليه نكت، تصور نكت 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 فقط. واذا جينا بقى للمونولوجيست اللي غير بوب هوب اللي هو شغلته مونولوجيست في المانيا وفي فرنسا وفي بلاد اوروبا، بيبقى الملهى او الكازينو او الحفله بتقدم احسن انواع الطرب والاستعراضات، انما هذا الراجل ابو دم خفيف ده بياخد اعلى اجر ومش اي انسان. هو ده منطقي وطبيعي. ليه؟ لانه اولا التاليف للمونولوج اصعب الوان التاليف جدا، يعني مش 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 بحبك يا حبيبتي والقمر طالع ولا لا لا، واخد بالك اي لا. اي كلام لازم بينتقد نقد اجتماعي او بيسخر او بيقول نكت ولازم تكون بتضحك وظريف، فالتاليف الكوميدي صعب. ثانيا الشخصيه، مش كل واحد يقدر يبقى مونولوجيست يقف على المسرح ويواجه الجمهور ويتنطط ويرقص ويغني ويضحك مش كده بالظبط. ده جميل. طيب اذا كان المونولوج مزدهر في اوروبا، ما هو السبب في ان المونولوج العربي عكس ما هو مزدهر، بيتخلف بينتهي؟ دي نظرية يمكن الناس مش عارفاها، انما كراجل دي مهنتي اقدر اقولها. هنقولها بالحقائق. لو رجعنا للاربعينيات والخمسينيات الى ان وصلنا للستينيات، يعني كان موجود هنعدهم طوالي سرد كتاريخ حتى يمكن في مستمعين النهارده ما يعرفهمش، انما احنا برضو نقول لهم عليهم. يعني كان موجود، نبتدي بحسن فايق كان بيقول مونولوج،
يوسف بيه وهبي بدأ حياته مونولوج. شرفان طحود عالم من أعلام السينما. سيد سليمان، حسين المليجي ونعمات المليجي، إخلاص وسوريا، محمود شكوك، عمر الجزاوي، محمد الجنيدي، إسماعيل ياسين، إلياس مؤدب، سوريا حلمي، سعاد أحمد، سونيا رشدي. كل دول أنا عصرتهم في وقت ما أنا كنت تلميذ وهاوي، وكان البرنامج يعني في حفلة من الحفلات كان برنامج المنوعات يبقى عبارة عن 2 مطربين أو 3 و12 مونولوجيست. يمكن كان عدد الملاهي اللي موجود عدد كبير، ملاهي روض الفرج زمان وغيرها مثلا من الملاهي اللي بتبقى موجوده مثلا على شاطئ الدجله هنا في العراق، معلي موجوده الملاهي النهارده اكتر قبل. هو يعني ما انا ما كملتش، يعني عايز اقول في السنين اللي فاتت كان اللي بيتداولوا المونولوج كتير. ايوه الله يرحمه مات، اغلبيه اللي انا قلت ده مات. ايوه ما فيش بقى النهارده بيتداول. ليه؟ هو صعب حقيقه، صعب. الـ 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 الناس اللي طلعوا دلوقتي نقدر نقول للسيادة، احنا كنا زمان بنقول المطربين والمونولوجيست. النهارده يا استاذ طاهر لازم تعرف ان في مطربين ونقدر نذكر اسماء احنا ما بنهنش بيقدموا مونولوجات، لان النهارده في طبقه اتوجدت. يعني كان المطرب بيبتدي من الاستاذ محمد عبد الوهاب والست ام كلثوم الى ان وصلنا لعبد الحليم حافظ والجيل الموجود. مطرب يعني مطرب. النهاردة بتتقدم الأغاني الخفيفة. أيوة. ألوان الأغاني الخفيفة النهاردة اللي هي 2 كوبليه وإيه ومش أغاني عاطفية، ده في أغاني دمها خفيف يعني. صباح من أشهر المطربات بتقول لك الراجل ده هيجنني. ولما تسمع الأغنية دي حبيبي طمها. دي من الأغاني اللي هي ما تقدرش تقول عليها لا هي مونولوج ولا حاجة، وجبة حلوة. والعتبة أزاز. والعتبة أزاز والطش تقلي وما أشربش الشاي أشرب أزوزة أنا. يبقى ده كمان دخول على المونولوج. دخول على المونولوج بالظبط كده. وبعدين نيجي نقول كمان إن المتداولين للمونولوج النهاردة في السبعينيات اللي إحنا فيها مش كتير، فما يقدروش يغطوا الطلبات. فبيبقى في ازمه. يبقى مش في ازمه مونولوج، لا المونولوج موجود، في ازمه مونولوجيست. طيب تذكر مين من المونولوجيست في البلاد العربيه؟ يعني حاول حضرتك يعني مثلا يعجبك يعني. يعجبني كان في عمر الزعني في لبنان الله يرحمه. وكان في هو مش كان في هو انا لما رحت من 10 سنين كان في اللي هو دلوقتي راجل نجم ومشهور ابو صياح. ابو صياح ده في سوريا وراجل كان بيقدم تمثيليات خفيفه مع دوريد ونهاد، وبعدين ابتدى يقدم المونولوج والاغنيه والنهارده بيقدم كل حاجه. يمكن اقول لحضرتك حاجه ظاهره ويمكن دي خدماني، ان اكتر البلاد العربيه بيعمل حفلات بيجيب المطرب والمطربه بتاعته واللون بتاعه، بس يبعت ياخد من مصر احمد غانم لان هو الحته دي ناقصه عنده. بس ابتدى النهارده يمكن اعرف ان في الكويت وفي السعوديه وفي سوريا زي ما قلت حضرتك وفي لبنان في ناس بيتداولوا المونولوج ويتناولوه وكويسين حقيقي. يعني في مثلا من لبنان كان يعني كان في مثلا عندهم جاكلين وطروب، وطروب دي بتقدم اللون الخفيف اللي كنا بنتكلم عنه. انما اتوجد المونولوجيست الصحيح في واحد عندهم اسمها فريال كريم. النهارده بتقدم لون مونولوج يعني يمكن اقدر اقول عليه زي اللي بتتناوله لبلبه اللي هو تقليد الشخصيات. قلت انهم بيستدعوك. اول ليه؟ وهل ده دعايه لشخصك؟ لا. هم بيستدعوني لنقص هذا اللون في عندهم. طب بيستدعوك وبيستدعوا غيرك ايضا؟ من لا والله يمكن انت بس الاغلبيه يعني حقيقي انت جريء. انا صريح مش جريء يعني حتى طب ليه انت بالذات؟ ده سؤال وجيه. يعني هو الواحد ما يكذبش في مجالات قبل كده رحت انا وغيري فغيري قدم وانا قدمت انا نجحت مش لشخص، لان انا فيه حته ذكاء. يعني اولا كنت لما بروح اي بلد عربي ما اقدمش النكته اللفظيه النكته الوصفيه على اساس لان النكته اللفظيه لا تصلح الا لمصر، لان اللغه بتعتمد على اللفظ. يعني مثلا نضرب مثل بنقول ان واحد بتاع لبن اتجوز
وقعد مع مراته 6 اشهر وقطع، دي هنا في مصر يضحكوا عليها. زي اللبن انه يقطع يعني معناها انه يفسد، يتجمد يتجمد او يتجبن. هنا قطع يعني انه هو طلق، انهى حياته الزوجيه. النكته اللفظيه تعود عن انه بتاع لبن. لو قلنا انه اي واحد اتجوز وقطع ما تضحكش عليه. هذه النكته بقى اذا اتقالت خارج مصر او لانسان ما يعرفش اللغه المصريه الدرجه ما يضحكش عليها. هنا بقى حته احمد غانم انه يصنف نكته والمواد اللي بيقدمها ويروح للبلاد العربية ويقدم الشيء اللي هم يتقبلوه. اديني مثال للنكتة الوصفية كده. يعني مثلا من نكت الوصفية ان احنا بنقول ان واحد مراقب اسعار راح لتاجر فراخ، فبيقول له انت بتأكل فراخ ايه؟ فبيقول له لان شايف وزنها كبير، بيقول له بأكلها قمح. قال له انت عايز تعمل ازمة قمح، انت عارف القمح غالي، غرامة 5 جنيه. فبيجي تاني يوم بتاكل فراخ ايه؟ قال له باكلهم ذره. قال له انت عايز تعمل ازمه ذره، انت مش عارف ان ذره ده غذاء الفلاحين الرئيسي، غرامه 5 جنيه. تالت يوم بتاكل فراخ ايه؟ قال له والله باكلهم رز. قال له رز؟ الرز اللي بياكلوه البني ادمين واللي البلاد بتستورده تاكله للفراخ يا مخرب، غرامه 10 جنيه. رابع يوم راح له بتاكل فراخ ايه؟ قال له ما باكلهمش، بدي كل فرخه شيل انت تاكل اللي على كفك. دي بينضحك عليها وتتفهم. يبقى في فرق بين النكته اللفظيه والنكته الوصفيه. استاذ احمد غانم، كيف تحصل على النكت؟ هل تؤلفها؟ هل يؤلفها لك مؤلف؟ بألفها وتؤلف وتقتبس وتترجم واقعد في جلسه بيكون فيها انسان دمه خفيف زي سيادتك، مهنته راجل اذاعي. لا حقيقه. وبعدين تبص تلاقيه هو بيحكي نادره لطيفه. انا كدي مهنتي ولقمه عيشي، استشف منه هذه النادره واستغلها واخدها واقولها وتنجح. ويمكن هو بيقولها لا يعي انه بيقول حاجه قيمه. فانت بتبقى ده مقياس يعني. ما هو اصل ما دام دي مهنتي بتلتقط. نرجع تاني بقى لان هنا المونولوجيست اللي بينتهي والمونولوجيست اللي بيعيش. في واحد بياخدها كمهنه. ففي كل مكان انا من الصبح لغايه بالليل، انا ساعات ابني اللي هو عنده 17 سنه يكون في الجامعه وراجع وبيقول لي نادره من اندر ما يمكن. انا يا محترف. انت عندك ابن 17 سنه؟ عندي 17 ما شاء الله. انت مش باين عليك بقى. بس بقول عليه اخويا. انت بتغشينا في سنك بقى. لا والله طبعا. لا تعرف يا استاذ ده سؤال وجيه. يعني يمكن انا عندي ابني النهارده 17 سنه وراجل وعريس وفي الجامعه، انما انا الناس تشوفني يعني بيفتكروني انا لسه صغير. ابدا انا مش صغير. هي الفكره مادة الضحك دي مهمة جدا. يعني انا بمتهن ان انا بضحك الناس، وبحاول انا دايما اعيش في هذه الاجواء اللي هي فيها ضحك وسعادة. لانه الهم هو اللي بيقصف العمر. انا بعتبره اكسير الحياة الضحك طبعا حقيقة يعني. طيب كنا بنقول في ايه؟ كنا بنتكلم على اساس ان المونولوجيست اللي هو او الدكتور او المذيع او المحامي او التاجر اذا قلنا عليه ناجح يرجع ليه هو، لانه دائما يتطور وغاوي مهنته وبيبحث على كل ما يرضي يعني. انت في زبونه. كل نظراتك في الحياه وفي لقطاتك وبتبص للناس عايش في مهنتك. تلتقط شارب نايم كانسان عادي، انما عيني واذاني متفتحه لكل ما هو اضيفه لمهنتي. لكل ما اقب بالليل في حفله اقول نكته اضحك الناس يسقفوا لي، ابعد عن انها تكون قديمه. واذا كانت قديمه احاول اطورها، اهري نفسي. يعني اللي يحرق دمي حقيقي حاجه واحده، اني ما اعصرش على جديد. دي اللي بتزعلني في حياتي. طب يعني احنا فهمنا دلوقتي ان المونولوجيست من خلال مجمل الكلام يجب يكون حاضر البديهه ومرح وعنده قدره على الاضحاك وشخصيته لها حضور على المسرح، وايضا يجب ان يكون عنده حاسه الالتقاط. يلتقط بسرعه. وحاجه بقى اخطر من كل ده غاوي مهنته. وغاوي وعنده كمان صوت وودن موسيقيه. ده لازم، ده مهم. لانه بيدخل في الجانب الطرب يعني. طبعا طبعا ما اقدرش اسمع انا واحد زي اللي واكل خيشه او بالع زلط وبيسرد لي خطبه. ما هو انا راجل مونولوجيست، يعني انا راجل بقف اخطب في الناس بطريقتي. بطريقتك. بعالج مشكله. هو المصلح الاجتماعي مش بيقف يخطب. طبعا. انا بقى اعتبر نفسي مصلح اجتماعي بس بطريقه مزيكا وغنى وضحك ولطف وحاجه جميله. بقدم الدواء المر. في هل بتتعب على المسرح يا استاذ غانم؟ قوي. يعني بتعمل مجهود جسماني ضخم؟
جسماني وعقلي وفكري اكتر من اي حاجة تانية. يعني تعرف سيادتك شغل التلفزيون يعني اول واحد بيبقى يعني بيحضر وحافظ الاذاعة، واقف بيعمل بروفات وهيقف قدام الميكروفون، ماكش كويس يعيد التسجيل، الا بقى فيس تو فيس، الا المواجهة. زي ما كنا بنقول المواجهة. يعني الواحد شوف انا هقولها لك، اصعب حاجة عند الزوج يواجه حماته، اصعب حاجة عند التلميذ يواجه استاذه، اصعب حاجة عند الدكتور يواجه مريضه اذا كان مش قادر يشفيه. انا كمونولوجيست اصعب حاجة عندي مواجهة الجمهور. اوعى تصدق انها سهلة. لا طبعا الجمهور اللي قاعد مش قريب. بس بالنسبة لحكاية انه اصعب حاجة عند الواحد انه يواجه حماته، ده خاصة بالنسبة ليك انت. والله ابدا لا بالنسبة لكل زوج، بس في ناس بيخفوها ساعات الحقيقة بتخفى. انا متأكد انك بتحب حماتك جدا، بس بستغلها استغلها في التنكيت. بتقول عليك ايه حماتك بقى اللي كل ساعة حاططها في التنكيت وكده. والله العظيم ابدا، يعني انا معلوماتي انها ست راضية عني بأمرت انها اديتني اعز ما عندها بنتها. ده نوع من البلف ده. طبعا طبعا اقطع نفسي. طيب قول لي استاذ غانم، اخر مونولوج ليك ايه؟ هو يعني اسمه المشاهير الاربعة. أي. يعني نور. ممكن نسمعه للناس، وده لسه يمكن ما حد سمعه حقيقة جديد. جديد حتى ما قلتوش للجمهور. يعني انا سجلته. وهو بيعالج مشاكل يعني علي ومصطفى وحسن يخول الجنينة. يعني انا بقول حسن في مليون حسن. وفي مليون جنينة. الورد مفتح فيهم والخول مش اسمه حسن. مش معنى حسن ده اللي بنغنينه. ويا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. فبقول للناس اللي بقولها بحبكم، طب ما في طاهر وفي احمد وفي علي، مش معنى مصطفى. هي مشكلة حلوة. طب والاثنين التانيين مين؟ في حسن ومصطفى، انت بتقول مشاهير الاربعة. حسن ومصطفى وعلي والرابع علي، عشان اغنية علي لو علي علي بتاع الزيت. ولو النبي عبده وعبده وسع عبده ده. مختار انا، مش معنى دول يعني. طب نسمع المشاهير الاربعة. نسمع غايزني وحيجنني في الدنيا دي اربع مشاهير واخدين شهرة اكتر مني زي الطبل واسم كبير. عملهم ايه انا مش فاهم، مشاهير ليه انا مش فاهم. عملهم ايه انا مش فاهم، مشاهير ليه انا مش فاهم. ده اللي غايزني 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 وحيجنني. قلت عشان انا مظلمهمش لازم ابحث واقرا تاريخ، يمكن اكون جاهل مفهمش قبل ما افكر في التلبيخ. جايز هما وانا معلمش عملوا الذرة او السواريخ، وبحثت كتير وقريت ولا اي كتاب خليت، وفي كل ديوان اشعار ما لقيت عنهم ولا بيت. عملهم ايه انا مش فاهم، مشاهير ليه انا مش فاهم. ده اللي غايظني 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 وحيجنني. اول واحد شغل تخولي وبيتدلع جوه جنينة، بيتدلع جوه جنينة اسمه دليل على صحة قولي. يا ما عليه قلنا وغنينا، يا ما عليه قلنا وغنينا، والناس بسمعها تقول وتغني على الأرغول يا خول الجنينة اتدلع يا حسن، يا خول الجنينة هات وردة يا حسن، يا خول الجنينة اتدلع يا حسن، يا خول الجنينة هات وردة يا حسن. طب ما الناس في جناين شافوا 60,000 جناين خلافوا،
مشهور ليه انا مش فاهم، وعمل ايه انا مش فاهم، ده اللي غيظني 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 وحيجنني. اما التاني الاستاذ عبده بسمع عنه وما بقابلوش، بسمع عنه وما بقابلوش، محبوب جدا لكن يبدو ان انا بس اللي ما حبوش، ان انا بس اللي ما حبوش، والناس قلب تقلف له واما تقابله بتحلف له، لا والنبي يا عبده، لا والنبي يا عبده، لا والنبي يا عبده، لا والنبي يا عبده، بيني وبينك كلام وش وصلوا للناس يا عبده، لا والنبي يا عبده، لا والنبي يا عبده، وحياة شرف شفت سي عبده لازم اروح كده شايله وهبده. مشهور ليه انا مش فاهم، وعمل ايه انا مش فاهم، ده اللي غيظني 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 وحيجنني. نمرة تلاتة حكايته حكاية أو أسطورة من الأساطير، أو أسطورة من الأساطير، مصطفى فندي كأنه رواية أو أوبريت أو فيلم كبير، أو أوبريت أو فيلم كبير، والناس بسمعها تقول وتغني عليه على طول، يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك، يا مصطفى يا مصطفى سبع سنين في العطارين وانت حبيبي يا مصطفى، يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى، اصبح جنبه خلاص مش باين لا كولومبس ولا اينشتاين. مشهور ليه انا مش فاهم، وعمل ايه انا مش فاهم، ده اللي غيظني 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 وحيجنني. اما الرابع ميت جوليت بيحبوه وينادوا عليه، بيحبوه وينادوا عليه، حتة واحد بيبيع زيت مهما حيطلع يطلع ايه، مهما حيطلع يطلع ايه، والناس بسمعها تقول وتغني عليه على طول، علي يا علي يا بتاعي نسيت، وبحبك يا علي يا بتاعي نسيت، تعالالي يا علي يا بتاعي نسيت، علي يا علي يا بتاعي نسيت، ليه يا سي علي حبك ينزع وانت مش اكتر من بياع. مشهور ليه انا مش فاهم، وعمل ايه انا مش فاهم، ده اللي غيظني 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 وحيجنني. لا لطيف ظريف جدا فعلا يعني. يعني انا من الافكار اللي فكره جديده يعني. فكره جديده. مين علمك الرقص؟ انت بترقص على المسرح كتير وكده. ما تعلمتوش. هو الفكره ان بحكم الودن الموسيقيه اللي عند الواحد يعني بترسلي لمخي ومن مخ الرجلي وبلقط الخطوه، فبيبان للناس ان انا برقص على الايقاع، وانا ان جيت للحقيقه انا اجهل من دبه بكل ما هو في حاجه اسمها خطوات. لا ما انت برضه بتحرك وسطك وبتحرك رجليك. ما انا بقول له ابدا يعني تابع وسطك تخن الايام. انا بحرك بقى يعني رجليا دلوقتي رجليا وراسي تابع ومتبوع يعني لازم المونولوجيست يبقى راقص ايضا يعني يتحرك حركه راقصه على المسرح ويجري ورايح وجاي. لازم 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 ويبتكر ويكون هو دمه خفيف طبيعي ويضفي من خفه دمه صوره تبسط الناس، صوره مرحه، لان الانسان قاعد يسمع واحد عارف انه هيضحكه فيصدم لو ما ضحكوش، كارثه. بس ده شعور مؤلم بالنسبه لمهنه الواحد، عارف انه مهنته انه يروح يضحك الناس. طبعا. ولو ما ضحكوش مش لو ما ضحكهمش مش هيرحموه. طبعا الخبر ابيض ده غير انه ما يقبضش، دي ما تهمش. انما هو واقف قدامهم هيشرحوه ياكلوه. وفي وشه دغري، لان هو تعود يقول لهم كل حاجه. طب مش معنى انت تعالى بقى. ادي الفكره.
طب استاذ احمد غانم، يعني بحسه الالتقاط اليقظه جدا وحياتك على المسرح وبالليل والفجر وقدام الجمهور، ضروري تكون حياتك مليانه مفارقات ومليانه مواقف ومآزق وحاجات تضحك، وضروري بتلتقط من حياه الفنانين خلف الكواليس اللي الجمهور ما بيشوفهاش حاجات. ممكن يعني تقول لي نظرتك كمونولوجيست وكرجل، حسيتك يقظه بتشوف الناس، بعض الوان الحياه اللي بيعيشوها الناس دول؟ يعني هو اولا من الناس حقيقه اللي هم انا بقول عليهم اخف دم مطربين صدفوني في حياتي، الاستاذ محمد عبد المطلب والاستاذ شفيق جلال والاستاذ محمد طه، الثلاثه الوان مختلفه. ايوه يعني تبص تلاقي ده بيقدم، يعني الثلاثه بيقولوا غنى مصري ومواويل، انما الثلاثه الوان مختلفه. يعني اذكر ان احنا كنا رايحين مثلا في الرحله مع اذاعه صوت العرب بنغني للطلبه المغتربين في المانيا وبلاد اوروبا، فحصل ان في المانيا في خطوط داخليه، نركب الطياره وما بين شتوتغارت ما بين ميونخ ما بين فرانكفورت وهكذا. فكان اثناء الرحله دي عبد المطلب يحب قوي يشرب القهوه باللبن، فكان اقول ايه قلنا له كافيه قولي، فخف الدم، وكان كل ما تجيله المضيفه في اي طياره نركبها بونجور او يسر ولا كافيه قولي. فركبنا مره الطياره من فرانكفورت وجينا عند احنا رايحين ميونخ، وهي المفروض بتيجي عند اي راكب قبل ما تنزل المطار تقول شتوتغارت، شتوتغارت يعني اللي نازل شتوتغارت ينزل. فجت وطت، كنت انا قاعد جنبه، فقالت شتوتغارت، قال لها لا كافيه اولي. طبعا دي مش تشنيعه وحصلت وابتديت تداولتها فسميناها الاستاذ كافيه اولي. الاخ بقى محمد طه، كنا في رحله في الخليج العربي، ابو ظبي، البحرين، المناطق دي دي حصلت النادره دي في البحرين. الاوتيل اللي في البحرين يمتاز بان يعني الجرسونات او السفرجيه اللي فيه هنود بيتكلموا غير يا هندي يا انجليزي. فكنت كل يوم انا محمد طه ده ياخدني الترجمان واقعد اطلب له اللي هو عايزه. ففي يوم انا اتاخرت لسبب ما، كنت في السوق بشتري حاجات او كده. المهم انا داخل الصاله فشفت المنظر الاتي، لقيت محمد طه موقف الراجل الهندي وبيقول له انا عايز كوكو كوكو هم هم، كوكو كوكو هم هم، كوكو كوكو هم هم. ففهمت انه عاوز يقول له انا عايز ايه، فراخ. وهو قاعد يقلد له الفرخه، والراجل الهندي طبعا مش قادر يفهم حاجه، وترجمت له وجابوا له الفراخ. من النوادر اللطيفه قوي 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 بقى، كنا روحنا السودان من قيمه 10 سنين. السودان نزلنا في الخرطوم في جراند اوتيل. نظام الاوتيل ده يعني النظام المتبع في كل الاوتيلات، او نقول الستايل الانجليزي اللي هو من واحده لثلاثه الغداء، خمسه بعد الظهر تي تايم شاي، بالليل العشاء، وناس ملتزمين بمواعيد. في اوتيلات مثلا بيبقى المطعم مفتوح لكن الكافيتيريا، نظام الاوتيل ده هو كده من واحده لثلاثه غدا. انا حبيت يعني شفيق جلال ده من الناس اللي هم يعني انا احبهم واصدقائي، فطلبت غرفته وقلت له الو، قال لي مين اللي بيتكلم؟ هو يعمل كده. قلت له ما معناه باللهجه السودانيه؟ انا بنتكلم من عند الاستاذ مرغني، ودي تاجر، انت تعرف الاستاذ مرغني دي كان مبسوط منك قوي، وانت من احسن الناس اللي كانوا في البرنامج، وهو عزمك على الغدا وهيفوت عليك بكره في الاوتيل الساعه واحدة. ام قال لي ياسين احنا متشكرين قوي قوي على الاجابه ده. طب يعني ما عجبكوش الاخ عبد المطلب ولا الاخ احمد غانم ولا الست الشادية ولا حد من البرنامج؟ قلت له لا والله ما جبناش الا حضرتك، وانت اللي مهزوم عندنا في البيت بس. طب يعني مش عيب يعني ما نقولش زميلي؟ لا والله انت بس اللي مهزوم، وانت حضرتك اللي لازم تكون موجود على هذا. قال حاضر، يعني بكره من الساعة واحدة هتلاقيني قاعد في الفراندا اللي على النيل ومستنيك. تاني يوم اللي هو يوم الحادثة بقى المشؤومة دي، لقيت شفيق لابس بدله شركستكين شيك قوي، ف
احنا كنا اتفقنا مع الطباخ الاوتيل ان حب يكرمنا، فقال في اليوم ده بالذات، اليوم اللي انا عايز اعمل فيه المقلب ده، احنا هنعمل لكم الاكله اللي بتحبوها اللي هي الملوخيه بالارانب. وكان كل الفنانين والموسيقيين، محدش هيتغدى بره، وكلنا جاهزين لهذه الاكله اللي احنا بقالنا 15 يوم نتمناها. فطبعا المفروض شفيق جلال يبقى معانا، ففوجئوا بانه لابس، طبعا ما دام لبس بدله كامله يعني خارج، لان معروف ان في حر وكلنا بنبقى بقمصان وبنطلونات. صباح الخير يا شفيق. قال لي صباح النور يا غانم. والله يا اخي انا حاولت احطك في العزومه انما ما توفقتش. عزومه ايه يا شفشه؟ قال لي عزومه بتاعت اكبر تجار هنا، الشاه بندر تجار السودان، معجب بيا قوي يا اخي، حاجه عجيبه. قلت له عليك وقلت له على بقيه الزمايل. قال لي ابدا انا مش عايز شفيق جلال، سبحان الله ربنا راضي على الانسان. انما والله يا احمد انا حاولت كتير والله ما فيش فايده. قلت له يا شفيق على كل حال يعني نتمنى لك دعوة حلوة وتقضي وقت لطيف. الساعة 12، الساعة 1 دخلنا المطعم، استاذ شفيق قاعد في البرندة. الساعة 1 الظهر، الساعة 2 بتبقى الشمس مهما اقول لك محرقة. دخلنا المطعم واتغدينا، والنزلاء اتغدوا كالعادة، واتقفل المطعم ورحنا على الاوض، اللي فتح التكييف، اللي فتح المروحة، وقعدنا. استمرت القصة، الأستاذ شفيق قعد هو طيب جدا للساعة 4 في الشمس المحرقة، وبعدين دخل. تصور يا أخي الراجل ده ما جاش ولا فات عليا، أنا حاسس بدماغي هتولع. بالليل شفيق بقى جات له ضربة شمس حقيقي، بقيت أنا يعني محرج لأن أنا كنت السبب. فقعدت مرت فيه واحط له في تلج وليمون 48 ساعة وانا جنبه، لغاية ما ربنا خد بيده وخف. انما يمكن من خلال البرنامج ده لو صفة وشفيق، هو قعد في صراع ويقول انا نفسي اعرف مين النادل اللي اتكلم في التليفون وعمل فيه المقلب دي، مش شيء مش طبيعي. اولا مفيش دعوة ومفيش عزومة، وقعد للان ما يعلم شفيق جلال مين اللي عمل فيه المقلب. يجرى لك ايه لو سمع البرنامج ده؟ يعني متهيألي لا، هو يعني هو هيزعل، انما هو اصله نسي الموضوع، انما لو افتكره هيزعل منه. انما من الناس اللطاف قوي شفيق جلال، من الناس اللي هم يعني انا احب اكلمهم واحب اجرهم في الكلام. يعني مثلا يصادف ان الاخ عبد الحليم حافظ عامل حفله وعامل لحن كويس، فاروح لشفيق ضارب له تليفون. صباح الخير يا شفيق. صباح الخير يا غانم، سمعت يا اخويا العندليب بتاعك امبارح؟ اقول له حلو قوي قوي الاغنيه الاخيره. يقول لي حلوتي يا استاذ، ده نصها متاخد من امونه اللحن بتاعي، انت اتجننت ولا ايه؟ يا راجل ده ارزاق يا راجل. محدش ينكر ان عبد الحليم حافظ ده فنان ومطرب، انما لازم تعرف يا غانم ان شفيق جلال ده لون، ده مدرسة، ده للان مفيش موال بيتقال في العالم العربي الا اذا اخوك شفيق والفضل لله قاله. اقول له طبعا يا شفيق. فكنا دايما نتنظر على شفيق من ناحية الاغاني والالحان والزملاء المطربين. شفيق يعتز بنفسه قوي وراجل طيب، وعشان تضحك تقعد معاه وتفتح اي موضوع وتسيبه هو يسرد فتطلع منه بحاجه لطيفه جدا. يعني يعني مثلا تقعد تتكلم معاه في السينما يقول لك والله يا اخي انا ما اعرفش السينمائيين دول، يعني فيلم الميليجي ده لازم يبقى حرام، فريد شوقي لازم يضرب له 30 40 نفر، يقول لك وشرف امي اللي انا عامل الشيء الفلاني. الفيلم اللي محمود ياسين تبص تلاقي كل البنات راح تتفرج عشان الفيلم ده فيه محمود ياسين. انا ببعد عن السينما لان انا لو اشتغلت في السينما اعوذ بالله من قولة انا حامسح الناس دي كلها. فده يعني سبب من اسباب عدم اشتغاله بالسينما، انا مش عايز يقضي على دول. تصور بقى ان انا ما سمعتش صوتك لغاية دلوقتي في التسجيل ده. عاوز اسمع منك اول مونولوج لك. هو اول مونولوج كان كنا طلبه، وبرضو يعني يمكن اللي الان انا مشهور بيه ان دايما في جميع مراحلي الفنيه كنت بحمل المراه تبعيه نجاح الرجل.
أنا من مؤمنين أن وراء كل عظيم امرأة. فدايما يمكن الناس بتفتكر أنا بكره الستات، لأن أكتر مشاكل اللي بعالجها في مونولوجاتي ونكت الستات أو بهاجم فيها الستات، مع أن أبدا، يعني أنا عايز أقول أن أنا بحب الجنس الآخر. لا، هو مادة لطيفة للمونولوج، مادة لطيفة المرأة. وموجودة يعني مفيش بيت مفيش رجل إلا بيعاني إذا كانت مشكلة أو بيحس بيها. المهم نرجع لسؤالك، أول حاجة كنت بقول من بنات حواء، نقول للمونولوج إذا سمع بيقول من بنات حواء غلب الأبلسة والحواء منهن يا ويلتا من بنات حواء أنا أصلي تلمز مجتهد وفي لبس حلو متأسف أنا أصلي تلمز مجتهد وفي لبس حشمة وبختشي كانت نتيجة حبهم ألبس ملابس شفتشي عرفتهن سقطتنا تركتهن نجحتنا منهن يا ويلتا من بنات حواء كنت بقى بقدم المونولوج ده وانا تلميذ، بطلع لابس قميص اولا يعني صممته، انا كنت غاوي، عملت فيه حوالي 22 لون، السويره لون، الكم لون، الجيب لون، تكنيكال خالص وعايز ابين واجسم للناس ان انا كنت تلميذ كويس قوي قوي قوي، انما لما ابتديت اتجه لان انا عكس البنات او عاوز ابقى الواد البطل بتاعهم ابتديت البس ملابس شفتشي، ثم عالجت المشكله وكانت النتيجه ان التلميذ او الطالب اللي يسيب دراسته ويتجه لحاجات زي دي بيفشل ويسقط ويرسب والى اخره. وده يمكن كان اول مونولوج قلته كمونولوج في حياتي. كنت في مدرسه ايه؟ انا كنت ايامها في الخدوية الثانويه للبني كنت بقول البنات كنت بقولها لا بالقميص التكنيكالر دخلك في البنات كنت بقوله على يعني كان في نشاط في المدارس دايما في اخر السنه. كنت تلميذ مجتهد في المدرسه جدا كطالب خلصت دراسه لغايه فين؟ يعني انا لغايه تجاره، كليه التجاره. خلصت كليه التجاره ولا تعثرت في الطريق؟ لا تعثرت في اثناء دراستي الجامعيه بس كان التعثر لاني يعني كنت اتجهت للمونولوج. لا كملت بس كنت بقى السنه اخدها في اتنين او في تلاته لاني يعني خدتها بالاقدمين حقيقه يعني يعني عايز اقول لما زقوا مني ادوني الشهاده ارفوا انما انا اتجاهاتي كانت اصلا في المرحله الثانويه العلم في الاول. وايه اللي دخلك على المونولوج؟ اللي دخلني على المونولوج انا كنت هاوي لوحدي وعمري ما كان في حياتي او في احلامي اني حبقى مونولوجيست محترف. في المرحله الجامعيه دائما في مرحله حريه شويه، كبر السن، قيود العائليه، احساس الانسان انه راجل، ابتديت وانا بمارس نشاطي في الجامعه وحفلات جميع الطلبه وكانوا يقولوا عليا المونولوجيست الجامعي احمد غانم. ابتدى المتعهدين اللي هم بيتوسموا في الفن الناهض، يعني مثلا الاخ عادل مأمون مطرب كان زميل لينا، نجوم الكوميديا اللي هم النهارده نقدر نقول في المرحله بتاعتي كان فؤاد المهندس، الخواجه بيجي اللي هو فؤاد راتب النهارده دلوقتي يعتبر اهو فؤاد راتب ده من الكوميديانات اللي كان بيعمل خواجه بيجو، النهارده يعتبر عالم من اعلام الاقتصاد المنتدبين في الكويت وكان ماسك الغرفه التجاريه. ليه بقى ده ساب الفن واتجه الى كم يعني رسالته او اندمج في دراسته نفسها كتجاره؟ انا العكس، انا اندمجت في الفن وما كم يعني ما كملتش ما طبقتش العلم على العمل في حياتي العمليه. التقطني بقى المتعهد قال لك بقى في موجود نجوم المونولوج، اسماعيل ياسين كان بياخد اجر جنيدي، زيد عبيد، ناخد ده الراجل الجديد اللي بيقدم ماده بتعجب الشباب في الايام دي. وكنت بقول بقى اللون الفرانكو اراب اللي هو ما كانش موجود لسه. اللون فكان لنا حاجه من الفرانكو اراب ده. طيب يعني مثلا كنا بنقول يلي كلامكو فرانكو اراب وبترطنوا من غير اسباب، يلي كلامكو فرانكو اراب وبترطنوا من غير اسباب، وي مون بي كوم فو فولي يس اور نو اور سانكيو، وي مون بي كوم فو فولي يس اور نو اور سانكيو، سبتوا العربي عالم ليه؟ يلي كلامكو فرانكو اراب غير المونولوج. جيت اخد بعض الاغاني كملهولي، ما انا هقول لك حاجه يعني اشياء
الست عواطف حسنين تقعد معزوبة عوضين يتكلموا الفرنسي وتشوفهم رقة وديليكا تحسبهم من عيلة زوات او خارجين من المرددي نسمع منهم حيقولوا ايه. ست عواطف وزنوبة دول كانوا بيدرسوا الدراسة السنوية ما كملوش دراسة خرجوا يدوب يعرفوا مبادئ مون ليفر فيرب اتر فيرب افوار. ابتدت واحدة عاملة انها متربية في الليسي فرنسي والتانية في السوربون بيسألوها السوربون دي ايه قالت لهم جامعة اسيوطي الجديدة. زنوبة جت تزور عواطف خبطت على الباب زنوبة فتحت الباب عواطف قالت لها لا متأسف عواطف زنوبة جت تزور عواطف فعواطف فتحت الباب زنوبة قالت لها بونجور عوعو عواطف تلاقي عافيكي يا اختي انطري ام زنوبة انطرت قعدت على الارض عواطف تلاقي امبوسيبل السيفو على الكنبه بري سيتي عشان ما يجيلكيش روماتيزمي تلاقي مالكيش دعوه جي سوي مستريحكم سا بس انا تريفه شي منك تلاقي بوركواي اختي تلاقي يرسواخ ما تجيش حفله مون مارياش اظن هتقولي جي اوبليي والنبي جي سوي فتيجي والنبي جي سوي مالاد الاتيت والنبي ما انا اصلي مش ريسبكتي ده العادي تلاقي ابدا اعذروني اكسكيوزي موا تلاقي اكسكيوزك معاك يا اختي برليك فلا الشر لا اصل امبارح كان عندنا غسيل والغسيل كان تريك قذر والغساله نريفا والبيبي كان عامل بكودي ايا ماما قعدت غسلت وقالت لي السيفو زنوبه افك موا وخدي فمك هتك ضربه يبقى كلامهم مش متفسر فرنساوي ضعيف ومكسر وي مون بي كوم فوفولي وي مون بي كوم فوفولي سبتوا العربي عالم ليه يلي كلامكو فرانكو اراب ده من الالوان اللي كان المتعهدين لقوها جديده طيب. في المونولوج وكان في طبقه اللي بتجيد اللغات دي ابتدت تستسيغ هذا اللون من هنا اتولد احمد غانم. ده انت تعتبر ان ده المونولوج اللي لفت اليك الانظار فعلا ده طريق الوصول رايت. طيب انت عادتني في اللغه وبقول رايت لازم وانا اقول لك ليفت طيب نستعرض كده اشهر المونولوجات ليك ولو المقدمات بتاعتها كده يعني من ضمن المونولوجات من عهد حول عهدنا والموضة عايشة في دمنا والسيدات الفاتنات على خدوهات حتى البنات بالموضة وك وك وكلين عقلنا. في حاجة تانية بنقول انا مش بقول ان الموضات متحرمة عالسيدات بس المناسب نلبسه اصل احنا شعب وله عادات ما نحبش المتناقضات والشاذ لازم نهمله دي الموضة فن وسحرها ذوقها وجمالها ورسمها وكل واحدة وسنها وكل واحدة وزوجها واللي في اوروبا يليق لهم يمكن هنا ما يليق شوية عادتنا وغريب عننا والحد امتى راح نعيش على حسهم خيالات نقلدهم تملي في لبسهم ومع الفصول حسب الاصول يجي من يقول جايب موضات سنه بسنه يا سيدات يا فاتنات على خدوهات حتى البنات بالموضه وك وك واكلين عقلنا مطرح ما تمشي من شمال تلقى الشوارع كرنفال الموديلات والوان شفتشي من يجيب ومكسي وده شوال وده شرط اخر صيحه قال وباي اوزن تتحشي طويله ولا قصيره تخينه ولا رفيعه عجوزه ولا صغيره عشان تكون متقمعه تمشي على الموضه اللي سمعت اسمها من غير ما تعرف ايه يليق على جسمها ومصممين ازياء هناك يتفننهم واحنا الهوانم عند دينا يتجننهم ومع الفصول حسب الاصول. بعدين بنقول واحد صعيدي مثلا دخل على مراته لقاها لابسه فستان سواري شيك قوي انما من غير كمام دراعاتها عريان لا اهدي قالت له الموضه سواري لا عارف انه سواري وبعد ما تاكلي هتمسحي في ايه يعني ده اللي انا عايز اقوله ان من خلال المونولوج بنقدم النقد الحلو والنكته الحلوه اللي تعود على نفس الحدوته.
يعني انا بقول ايه، يعني انا كنت عايز كمان اغني لك كل مونولوجات، انما انا حاسس ان انا يعني هنا صوتي محشرك بقى من جوا ايه تقول. يعني جوا عقلة يعني لا انا عايز اقوله هو خارج من شم النسيم، يعني مزنوقة فيه فسيخة مثلا. فاللي عايز اقوله ايه، ان اديك شريط احسن مسجل لحفلة من الحفلات اللي ما كانش فيها زوري محشور في حاجة، يعني يكون سالك ومسمح للناس عشان ما يحكموش علينا يعني حكم وحش بالشكل ده. لا 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 بالعكس. طب انا هعمل لك حاجة ما اعرفش هتيجي على هواك ولا لا، بمناسبة شم النسيم يعني. طب اتفضل. وفضل كام دقيقة في الشريط، اتفضل. عاوزك تملهم لي نكت، نكتة ورا نكتة ورا نكتة من غير اي تعليق، واخد بالك، نكت ورا بعض من غير ما تتوقف. يعني هو المفروض مثلا بمناسبة شم النسيم، هي واحدة ست بتقول لجوزها انت لازم تصحى بدري وتاخدني توديني القناطر. لا ليه؟ قالت له عشان نشم النسيم. قال لو عايز الناس يقولوا علينا شمامين. هنقول كل نكتة بتعالج مشكلة. اوكي. بنقول ان مستشفى للامراض العصبية، وبعدين واحد دكتور خارج منها فبص لقى فرد كاوتش نايمة ما عندوش ستيب، خد الكاوتش راح يصلحه ورجع مش لاقي الصواميل، واقف محتار يركب العجل ازاي. واحد مجنون من جوه السور قال له يا دكتور فك من كل عجلة صامولة وركب بيها العجلة اللي راح منها الصواميل. فالدكتور قال له انت حطينك هنا ازاي؟ قال له حطيني عشان مجنون مش حمار. الاوتوبيس، راكب في الاوتوبيس الكمساري حاسس ان هو حكم دار الاوتوبيس، بيقول اللي ما معاهوش فكة ينزل. انا بقول اهو مش عايزين عطلة قبل الاوتوبيس ما يتحرك، اللي ما معاهوش فكة ينزل. تذاكر، واحد اداله قرش اداله تذكرة، اللي ما معاهوش فكة ينزل. تذاكر، اداله قرش تذكرة، قال واحد قاعد تذاكر، اللي ما معاهوش فكة ينزل. فالراجل اداله جنيه، الكمساري قال له ما معيش فكة، قال له تنزل يا غبي. الراجل اللي قاعد هو ومراته في الفرندة وعاملين بمناسبة الأعياد كحك، فمعدي واحد شحات بقول ادونا لله فاداله كحكة. فمراته بخيلة قالت له حد يدي للشحات كحكة متكلفة سمن وسكر؟ قال لها انت بتعرضيني على الطلاق لو واخد اتنين. قالت له اتنين انت راجل مجنون؟ قال لها انت بتشتميني علي الطلاق لو واخد اربعة. قالت له اربعة دول هم سبعة، وانا وانت والعيال ناكل ايه؟ قال لها علي الطلاق لو واخد السبعة. الشحات قال له طب ما تدينا حتة جبنة؟ قال له علي الطلاق ما انت واخدهم. بنقول على الحما اللي هي كانت عندها اربع بنات، اشترطت على اي بنت يتجوزها جوزها يسكن معاها في البيت. وفعلا بناتها اتجوزوا، انما كانت حما بمعنى الكلمة. يجي جوز بنتها تقول له انت اتأخرت ليه؟ انت بتتخانق مع البنت ليه؟ انت بتعلي صوتك ليه؟ 10 سنين من العذاب جننت جواز بناتها، وبعدين اختارها الله الى جواره، جنازة ماشية والمنظر كالآتي، اجواز بناتها سعداء جدا، التلاتة منهم ميتين من الضحك، والرابع ماشي عيط تقول ليه كده؟ ليه؟ 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 قام واحد قال له الله انت بتعيط ليه؟ قال له عشان ماتت موتت ربنا. نيجي مثلا لنكتة بتاع الراجل اللي دايما يقول لصاحبه يا اخي نفسي تيجي عندي، نفسي تتعزم عندي، انا عندي سمك محترم، انا عايز اعزمك على اكلة سمك، اتفضل بس عندي. فالراجل راح حاطط له الاطباق والسلطة والعيش. فات نص ساعة قال له الله امال فين العزومة؟ قال له الله ما انا عزمك على بياض. اه دي بقى نكتة لفظية. عشان السمك والبياض. نيجي نقول مثلا على المصيف اللي بيقول لزميله انت صيفت فين؟ قال له انا صيفت في اسكندرية. قال له يا سلام ما شفتكش يا اخي، كنت نازل في لوكاندة ايه؟ قال له انا كنت نازل في لوكاندة السيد البدوي. قال له الله لوكاندة السيد البدوي دي في طنطا. قال له يا اتريني كنت بمشي مشوار كبير لغاية ما اوصل البحر. طيب عاوز اسألك سؤال. اتفضل. سؤال اخير يعني. يعني هو ما تنساش انك سألتني حوالي 100 سؤال، يعني ده اخر سؤال. يبقى 101 زي طيب الف ليلة وليلة يعني. ايوه سيدي. لو انت على المسرح و سمعت واحد بيأزأز لب بصوت عالي قوي وقاعد يعمل غلواشة عليك كنت بتكلم، هقول له ما تهدى يا جدع انت ولا يعني انزل اقشرك. سمعت واحدة ست ماسكة ابنها الصغير والولد قاعد يقول والدنيا طوالي دي حصلت. فبروح رادد بقول له يا سيادنا رضعوه بلاش بخل.
بياع الكازوزة ماشي وقاعد ينادي على الكوكا كولا يعني ساعات يقول السائع السائع فيبص لاني في الميكروفون اقول له والله ما سائع غيرك يا رجل فيختشي. الدنيا حر والناس قاعدة تهوي بالمراوح. يعني اروح اقول لهم بالمناسبة دي واحد بيسأل واحد مزين بيقول له ليه بيقولوا المزين بارد؟ قال له والله يا بي عشان لوح داخل ولوح خارج. طيب حقيقي بقى لو انت بتقول وافرض انك في اخر الليل والناس بقى تعبانين وعاوزين يروحهم وقاموا الناس منصرفين واحد ورا واحد وقايمين ضفف وجماعات يعني بينك لوحدك يا اما بقى احاول اقول لهم يعني نكتة ونكتتين واقول لهم والله تقعدوا معانا اصل انتوا لو سبتونا انا حموت وما يرضكوش ان انا اموت كمدا او يا سيادنا عضو وانا اللي حوصلكم والله يعني اللي الان وبعدين يا سيادنا انتم مروحين ليه. فيصادف واحد يقول لي والله بكرة عندنا شغل اقول له لا انت ما سمعتش قرارات جديدة بكرة اجازة ونفضل يعني المهم ان انا اربط الناس في الكراسي طيب انما لو صمموا على الانصراف بيني وبينك بنصرف. هتروح انا راخر. لا اسمع وانا ناقص انك تسيب المسرح وتقوم واقف قدامه بالقوة. ما اقدرش ما طولهمش. طب اخر حاجة بقى اخر حاجة بجد في الدقيقتين اللي فاضلين عاوزك تسمعني اغنية جد يعني سمعني عاوز اسمع صوتك كده وانت بتغني حاجة لعبد الوهاب حاجة لعبد الحاج. هو انا كنت غاوي عبد الوهاب الى درجة برضو يعني حبيت من صميم لون اخدت وعملت بالفرانكو اوراب بس التزمت باللحن فبقول ان انا عبد الوهاب بس فرانكو اوراب فبقول نو اي ويل نيفر اشكي وكمان نيفر ابكي اف يور جافا جوز فار اي سيت تو يو كلمه وايفري سينج اسم ذات از اند معاك تارارم اي لوست شبابي هدر جو يلا على يور مزر اي لوست شبابي هدر جو يلا على يور مزر يو وانت مي كم باك نو كم اجين فور يو نو 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 تار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 
مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو طل عليا جفاك. انا قلتها كلمة ويعني ارجوك يا استاذ طاهر ما تحرمنيش مع المستمعين، وانا ارجوك اتوسل اليه مش طالع مني حاجة. والطف ما فيها انك بتقول لا مش انا اللي ابكي وانا اللي حبكي. لا انت فعلا في حياتك مفروض الا تبكي، وانت شخص بتقول لكل الناس لا تبكوا بالضبط، انا شعاري ولنضحك. حصل استاذ احمد غانم، احييك واشكرك على السهرة اللطيفة ونرجو لك كل توفيق. اشكرك على انك اديتني فرصة ان اسهر مع الناس في سهرة مفتوحة، واسأل الله ان يفتح نفسهم دايما للضحك وتبقى حياتهم مفتوحة للضحك وسهرتهم مفتوحة للضحك، وحتى هم نايمين يبقوا مفتوحين للضحك بس بدون شخير. أيها السادة، مع السهرة المفتوحة نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع أطيب المنى طاهر أبو زيد.